وأجواء فعاليات مهرجان العالمين مستمرة معانا. هذا المهرجان اللي بيقام في نسخته الأولى في مدينة العالمين الجديدة تحت شعار العالم عالمين، والحقيقة أنه مجموعة من المهرجانات داخل مهرجان واحد. احنا بنتكلم على فعاليات رياضية وثقافية وفنية وعدة فعاليات مختلفة بتقدم للسائح اللي جاي مدينة العالمين الجديدة تجربة سياحية فريدة واستثنائية، وبيعيش أجواء أسطورية شفناها وتابعناها مع حضراتكم من خلال الفعاليات اللي بتحصل خلال الأسبوعين اللي فاتوا داخل مهرجان العالمين. شفنا البداية بماتش الكبار وماتش الجيل الذهبي، وكان الدوري من نصيب الكابتن وحسام غالي، وكانت الأجواء يعني فيها شيء كبير من الحماس والناس كانت بتتابع بحماس شديد. شفنا حفلات البداية كانت مع الفنان تامر حسني، الأسبوع ده بنستعد الويكند دي لحفلة الفنان أحمد سعد، وبعده حفلة الفنان راغب علامة والفنانة نانسي عجرم، وأجواء كلها بهجة داخل مدينة العالمين الجديدة. خلينا نروح نشوف شوية من هذه الأجواء مع مراسلنا رامي محمد اللي موجود في العالمين الجديدة. يا رامي مساء الخير عليك. لحد ما رامي يبقى معانا خلينا اكلم حضراتكم عن انه مدينة العالمين الجديدة بتستعد للحفلات الويك اند دي، ودايما كل ويك اند بيكون في فعاليات كبيرة بتحصل كل ويك اند. الويك اند دي زي ما كنت بقول لحضراتكم عندنا حفلات للفنان احمد سعد وحفلات للفنان راغب علامة والفنانة نانسي عجرم، كمان يعني اللي شفناه في حفلة تامر حسني وكان لافت جدا للنظر انه كان في شاشات بتعرض الحفلة في الممشى السياحي علشان الناس تقدر تستمتع حتى لو هي موجودة بره الحفلة، تستمتع بالموسيقى وبالأجواء الساحرة اللي موجودة في مدينة العالمين الجديدة. بنشوف فرق كمان فنون شعبية موجودة في كل مكان. طول ما أنت ماشي في مدينة العالمين الجديدة هتكون عندك حالة من الإبهار والسعادة داخل مهرجان العالمين، وده الحقيقة اللي بنحاول نقدمه لكل الزوار اللي بيروحوا مدينة العالمين الجديدة. أعتقد أن كل بيتم داخل مهرجان العالمين يعني خلق من مدينة العالمين مساحة للحديث في كل حتة، كل الأوساط بتتحدث عن مهرجان العالمين وإيه اللي بيحصل في العالمين الجديدة، وحتى الأوساط السياحية بتتكلم عن أنه مدينة العالمين الجديدة ستحدث فارق وتغيير في خريطة السياحة العربية والدولية. وبالتأكيد ده بنشوفه بشكل كبير كل اللي بيزور الساحل الشمالي وبيشوف ازدياد الأعداد اللي موجود كل أسبوع عن الأسبوع اللي قبله، ده بيأكد نجاح فعاليات مهرجان العالمين. نرجع لرامي محمد اللي موجود في العالمين، ولو تطلعنا يا رامي على آخر الاستعدادات اللي بتحصل لاستقبال الحفلات في هذا الويك أند، ويمكن التنظيم هو يعني كلمة السر في هذه الفعاليات علشان نشوف حفلات بهذا الحجم وحضور عظيم والناس تحضر وتنبسط من غير أي مشاكل، بقينا عندنا ريادة في هذا المجال. تحياتي لك يا هدير ولكل متابعيك ومتابعي التساعه من مدينه العالمين الجديده وتحديدا من ممشى مدينه العالمين، وحاله الحضور الكبير لكل فئات الاسره المصريه وايضا المصريين المقيمين بالخارج لهم حضور كبير. وكان في جوله ليا على الممشى مع عدد من الاسر سواء المصريين او غير المصريين او كمان من المصريين المقيمين بالخارج، انبهار بالحاله اللي موجوده في العالمين. وزي ما انت اتكلمتي برضو ان في اكتر من عنصر موجود بيتحقق من خلال مهرجان العالم عالمين. لو اتكلمنا عن حاله الابهار اللي موجوده انهم حاسين ان هم في مدينه اوروبيه على ارض مصريه، وكمان البعض كان بيتكلم عن الفعاليات المختلفه والمتنوعه اللي موجوده في مدينه العالمين. وزي ما اتكلمتي عن خريطه السياحه العالميه، احنا بنتكلم كمان على تجربه سياحية ترفيهية فنية وثقافية ورياضية كمان من خلال مهرجان العالم عالمين. واحنا بنتكلم النهاردة عن الاستعدادات والخطوات اللي بتتم لانطلاق عدد من الأنشطة والفعاليات. أنا قريب من منطقة العالمين أرينا اللي بيجرى فيها الاستعدادات النهاردة سواء على مستوى الإضاءة على مستوى الأجهزة الصوتية لانطلاق حفل الفنان أحمد سعد غدا، وكمان بنتكلم
هنتكلم عن انطلاق غدا لعدد من المنافسات والتحديات، منها كمان تحديات البدل اللي هتنطلق غدا، بيشارك فيها اكتر من 100 منافس منهم 30 مصنفين على مستوى العالم. بنتكلم عن فعاليات رياضيه كبيره وعالميه بتقام على ارض العالمين لكل الاذواق، عشان كده بنلاقي ان الحضور هنا حضور كبير ومتنوع، كمان من حاله التنوع اللي دايما بنتكلم عنها في الفعاليات انعكس على حاله التنوع الخاصه بالحضور، سواء بفئات الاسره المختلفه والاعمار المختلفه او المصريين والمصريين المقيمين بالخارج وغير المصريين من الاشقاء العرب وغيرهم من يحب هذه الفعاليات في كافه الجوانب. كمان في استعدادات على شواطئ مدينه العالمين لانطلاق تحديات ومنافسات الكره الشاطئيه، ولو اتكلمنا عن الجيت سكي كمان في مياه مدينه العالمين والسواحل الخاصه بيها، وكمان هينطلق سباق الترايثلون السباق الثلاثي الاولمبي اللي هتحتضنه مدينه العالمين من ضمن فعاليات مهرجان العالم العالمين. بنتكلم كمان على كل من يرغب في تذوق الفن الخاص بالدراما وغيره، طبعا مهرجان الدراما هيكون حاضر بشكل كبير جدا، وكمان من ضمن الحفلات مش حفله بس الفنان احمد سعد، حفله الفنانه نانسي عجرم، حفله الفنان راغب علامه كمان في منطقة العالمين أرينا هينطلق خلال الأيام المقبلة، حالة من التنوع زي ما اتكلمتي، وكمان تجربة سياحية ترفيهية كبيرة جدا بيعيشها كل من قادمة إلى مدينة العالمين، أو كمان مع نهاية أو بداية عطلة الأسبوع ونهاية الأسبوع بيكون في أعداد زيادة من المصريين. صحيح. خاصة في هذا التوقيت بيكون الأعداد مختلفة، وكمان الأعمار والأسرة المصرية بتكون حاضرة بشكل كبير نتيجة للتنوع والثراء الكبير جدا في فعاليات وأنشطة مهرجان العالم عالمين. ده المشهد وليك الكلمة. مستمرين معاك يا رامي ومستمرين مع مشاهدينا الكرام في متابعة كل فعاليات مهرجان العالمين في نسخته الأولى تحت شعار العالم عالمين، والويك أند هتكون مليانة بالحفلات ومليانة بالأجواء السعيدة والمبهجة على أرض العالمين. أنا بشكرك شكرا جزيلا رامي محمد مراسل التلفزيون المصري من مدينة العالمين الجديدة لنقل كل فعاليات مهرجان العالمين.